المشكله انه كتير من هذه التشوهات بتبدا تضغط على اعضاء الجسم طبعاً. بعد كده التنفس على الرئه يعني يا ريتها بتظل كده. لا 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 ما بتظلش، هي المشكله التشوهات انها بتزيد مع الوقت. يعني الناس اللي ساعتك شفتها دي ما كانوش كده، يعني هم كان عندهم تشوهات طفيفه وبدات التشوهات تتطور مع الوقت لحد ما توصل المرحله ديت في خلال فتره النمو يعني. وزي ما قلت ساعتك ان بعضهم بيبدا في الحالات الكبيره اللي ساعتك عرضتها ديت بيوصل ان في ضغط شديد على التنفس، والعلم بيقول لنا ان عند مرحلة معينة من الضغط على التنفس احنا لا نستطيع ان احنا نجري الجراحة يعني. حضرتك كانت دراسة حضرتك كمان في مونتريال في كندا بالظبط. بالظبط. وحصلت على زمالة عمود فقري من كليفلاند. ده في امريكا. صح؟ كنت رحت كليفلاند، كان اساس الزماله رقم واحد في العالم تاريخي كليفلاند. صح. كليفلاند مؤسسه رهيبه يعني حتى يعني الناس مبهره لكل الناس حتى الناس الامريكان. لكن كان اساس التدريب يعني في بتاعي المسلسلات اللي بيشتغل في كليفلاند خلاص هو كده. اساس التدريب بتاعي كان في جامعه مونتريال في كندا. طيب لو ايه اللي حضرتك تنصح بيه المرضى من اصحاب التشوهات وخاصة في ناس بتخاف، يعني يمكن المشكلة كمان في كبار السن بيقلقوا أكتر. هو أنا أنصح اللي يخاف يشوف الحاجات اللي ساعتك عرضتها ديت، لأن هو إحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. لأن دلوقتي لو دايما إحنا بنحتاج تفكير بالمنطق، دلوقتي أنا عندي تشوه طفيف نسبة الجراحة بتاعته 99%. ساعتك خفت منه خلاص هنسيبه هيتطور هيبقى تشوه رهيب. والتشوه الرهيب ده هو بتبقى نسبه المخاطره بتاعته عاليه جدا. اصل في عدد بتخاف. ايوه ما هو خايف. ما هو دلوقتي حتى في شغل الفقرات العادي لو ما خدتش لو مشيتش بالمنطق ده وخفت تعملها وهي صغيره التشوه ده هو هيزيد وبيجي في مرحله. يعني انا عايز اقول لحضرتك والله يعني انا مش بهول الامور، لكن انا بيجي لي ناس وصلوا لمرحله فشل في التنفس انا بكلم ساعتك عليها ديت ويقول لي طب اعمل لنا العمليه احنا عايزين نموت يعني بس اعمل لنا العمليه. اقول لهم ما اقدرش اخاطر بيك. لان بتوصل لمرحله فما انصحش ابدا حد يعني احيانا ترفض عمليه احيانا كتيره جدا. لان في ناس بتمشي بالمنطق اللي ساعتك ذكرته في الاول ان هو خايف فيستنى لحد ما تزيد، وبعدين لما يزيد جامد يبقى في حاجه ملحه، لان في بعض الاطفال والشباب دول بيصبح حبيس اوضته ما يقدرش يروح المدرسه ما يقدرش يخرج بره البيت، لدرجه ان في بعض الناس انا عملت لها مثلا كان حد يخبط على باب بيته لازم يروح يستخبى لحد يشوفه لانه عنده تشوه كبير، ومجرد ان حضرتك تشوفه او اي حد يشوفه بيجي على نظرك بيجي عليه وده بيأذيهم نفسيا جامد جدا. فعلشان كده ما انصحش حد ابدا يستنى للمرحله الرهيبه جدا دي من التشوه، لازم نبدا بدري نعالجها بدري ونكتشف الموضوع بدري فنحصل على افضل نتائج. الكلام احنا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده على الحاجات الخطيره، طب الحاجات التانيه الحلوه لا، ده في ناس زي بقول لحضرتك بيعتبروا ان عيد ميلادهم يوم ما تصليح تشوه طبعا. ده وبتبقى حفله كده اهوت والامور بسيطه جدا ما بنتكلمش في مخاطره ولا حاجه. وده الشائع يعني الشائع ان دي جراحات سهله جدا شائعه جدا ونسبه نجاحها عاليه جدا. ما نحبش نروح للخطيره بقى دي. طب ايه الجديد في الموضوع ده؟ يعني طبعا المناظير كل يوم بتتطور. هو الجديد جدا في حاجه اسمها الجولد ستاندرد، يعني دلوقتي ايه افضل طريقه نحصل عليها ان احنا نعمل تثبيت للفقرات. عشان نعمل تثبيت للفقرات ديت افضل طريقه معتمده في العالم دلوقتي ان احنا نعمل تصليح ثلاثي الابعاد للفقرات ونعمل لحام للفقرات ديت عن طريق فتحه في منتصف الظهر كده فتحه واحده ونعمل يعني تثبيت لا من غير منظار. من غير منظار ده الجولد ستاندرد. الجولد ستاندرد ده انك تدي المريض افضل نتيجه معروف متابعتها على مدار السنوات وصلت لفين. احنا نعمل فتحه في منتصف الظهر، نعمل تثبيت الفقرات، نعمل تصليح ثلاثي الابعاد ونعمل تثبيت قوي، فخلاص يبقى الموضوع انتهى بعد كده ما يرجعش تاني. دي هند بتتواصل حضرتك معاها دلوقتي؟ هند احنا يعني على علاقه طيبه باسرتها، لان هند لا تنسى بالنسبه لي، احنا عشنا مع بعض انا واهلها وهي فتره عصيبه جدا لانها كانت وصلت لمرحله من الياس رهيبه واتغيرت تغيير رهيب جدا بعد العمليه يعني. الحمد لله ما زلت على تواصل. طبعا تغيرت حياتها طبعا. الحمد لله.